السلام عليكم يا جماعة الخير، اخباركم ان شاء الله طيبين. اليوم كالعادة اليكم بمغامرة جديدة ورحلة جديدة في عالم راست يا جماعة. مثل ما تعرفون انا احب دائما اصور لكم مواسم، يعني موسم نلعب على عدة ايام او ممكن يومين او ثلاثة على حسب الاحداث يعني. ففي كل مغامرة جديدة بنعيش تجارب جديدة، وهذا الشيء بيحفزني اكثر اني اترك اللعبة فترة وارجع لها من جديد عشان نعيش هذا التجربة الجديدة، يعني تكون غير عن الماضية. اوكي، فيب اتمنى تدعمون هذا المقطع يا جماعة من صميم قلبي، يوصل كذا لايكات جدا كثير لاني انا اتحمس جدا، خصوصا نازل تحديث جديد. بالله شوفوا لي ذا الشكل يا جماعه، بس اسالكم شوفوا لي ذا الشكل. مام كالو يشوف هذا شكله ما يشتري. جي جي حبيبي يا جماعه، نزلوا طلاء لداخل بيت راست، يعني انتم متخيلين مام كالو الفنان ايش راح يسوي الان يا حبيبي؟ ترى انا ما اشتريت عشان ديكور، واحد راح يجي الان بالحيط، شوفوا الحيط ذا راح يجي بعد ذا. اوه ماي جاد، والله لون اسطوري، والله الازرق لون اسطوري شباب، اقسم بالله الازرق وهذا اللون كمان، هذول عشق هذول اللونين يا جماعه. فاشتريت الباك عشان اجربها اليوم ومتحمس جدا صراحه. شوفوا الان الباكات هنا. فشباب انا داخل سيرفر وايب من تقريبا يوم ونصف، يعني شويتين راح نحصل بيوت يمين يسار. الخريطه جدا كبيره، في شوبات بكل مكان يعتبر، يعني انا رسمت بهذا المكان للامانه ما عجبني فرجعت رسمت هنا، اتوقع هنا بيكون في اشياء احسن يعني. وخلينا نشوف كم يوم فينا نعيش بعالم راست بهذا الموسم، كم يوم، لان كل موسم غير، كل موسم ما نعرف كم نعيش. انا مشتاق للسرقه، مفتوح البيت هنا. اوه ما قد الحظ يا جماعه، مستحيل كل مره الحظ، والله اني مشنص اقسم بالله كل مره حظي اسطوري بهذا الشكل. بس من جم اوكي لسه ما بعرف اذا في لوت، يعني ما بعرف، انا يعني متحمس بزياده شباب، يمكن ما في لوت اصلا، بس ولكن ما في لوت ممكن. لا شباب يا للقهر، والله قهر شباب. اوه ماي جاد، انا قلت كل مره ممكن راح يرسم مع لوت، بس هذا البيت اللي امامي والله انه هو اللي سارق اللوت شباب. على الاغلب هاي كواليتي مطوره، والله على الاغلب هو اللي سارق اللوت يا جماعه، ياب هو اللي سارق اللوت 100%، ما في تفسير ثاني، هو اللي سارقه. اوكي شباب سمعت صوت ريد قريب من هنا، والله العظيم شباب انا جالس اضبط الماوس، ضبط الماوس وكل شيء، لا مشي الحال، بس ولكن ياب ما في لوت على الاغلب، ما في لوت، ما في لوت. والله ما يكون في شات جان تراب، في هنا كمان اشياء، بس اتوقع ما في اي شيء الان. يخرب بيت الحظ اللي معانا يا جماعه، والله في حد جاي شافط كل شيء من هنا يا اخي، والله قارج، والله انقهرت. يا جماعه كم اني اعشق اصور لكم مقطع ندور فيه هذه البيوت ونحصل ثغرات، بالله عليكم من يحب ذي الافكار؟ والله اني اعشق ذي الافكار يا جماعه. هنا ما في اي صندوق، هنا في صندوق تحت، يب اكيد في لوت. في لوت والله، في شويه لوت، نايس، بستفيد من شويه لوت، اوكي عادي. يا جماعه مو لانها زباله يعني لو اوكي ايز بيز. حصلنا بعض الاغراض يا جماعه، والله زين ترى، والله اغراض بتفيدني شباب، اي والله، بطاريه وهذه الامور، نايس والله، نايس. خلي السيف معك بيدك، بيرفكت شباب، هي حصلنا سيف الامراء الان، رايحين نقاتل ايز بيز يا حبيبي. لا 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 تنسينا، منيح ما نزلت، والله كويس ما نزلت لنا. اوه ماي جاد، دخيل ما في تي سي، لك ما في تي سي هنا، هات 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 مطرقه، ما في مطرقه، هات نحن بنصنع مطرقه يا حبيبي، نحن بنصنع مطرقه. يا جماعه بشيل السلم من هذا المكان كمان، باخذه لنفسي، بناخذ التير 1 كمان اتوقع، الافران، الافران كمان بناخذها يا جماعه ايزي بيزي بطريقنا. خلي المزروعات معنا، احتمال نزرع، ويب راح نشيل هذا، راح نشيل هذا كمان، لازم اطلع بالاول بعدين نشيل هذا. شفت الذكاء يا عمي، ذكاء والله، ذاك راح اشيله وراح اقفز. يا سلام يا الاكشن، يا سلام يا سلام، كم انك احترافي يا مكالو. نشيل هذا السلم كمان ومشينا، هاي سرقنا البيت بالكامل بالاغراض اللي فيه، والله نايس والله. خلاص انا وضعي كذا شباب ممتاز والله، باقي بس نفكر وين ممكن نبني بالاغراض او شويه اللوت اللي معنا. يعني نلبس هذول على السريع الان كمان. في عندنا هنا كمان بيت طايح يا جماعه، شايفين اغلب البيوت طايحه ومسروقه، لان قلت لكم يوم يعتبر كثير على هذه الامور، اكيد يوم راح يعتبر كثير يعني. فيب بالتالي في ناس راح تجي وراح تشفط الدنيا والاخطر واليابس. انا ما بستغرب ابدا، وعادي جدا هذا الشيء يكون موجود. والله جالس اجمع اغراض كثير شباب، حرام ما عندي بيت الى الان. في عندنا حصان للامانه شباب، انا قطعت على عهدي نفس، قطعت على نفسي عهد يا جماعه وخبرتكم، ماني ساكن الا بالصحراء، وشفتوا هذا الشيء يعني، راح امسك هذا الحصان وراح امسك خط للصحراء وانا انت كلامي، ولسقوا هذا السيزون نعيشه بالصحراء. انا كذا يا جماعه انا قررت والله، لاني وعدتكم وما فيني اخلف بوعدي، خبرتكم راح القاكم بالصحراء، صح ولا لا؟ اي نعم، لسقوا على الصحراء مباشره لكم يا جماعه. في هنا عندي، اوه ماي جاد كويس نزلت، شوف ايش شفت الان، ثواني يا جماعه شوف ايش شفت، مستحيل يا جماعه، الصناديق ملونه بشكل مو طبيعي، لك بحلى الالوان، والله رهيب ذا البيس. في تي سي كمان، بس ما اتوقع في شيء، مستحيل يكونوا تاركين في شيء. اوه ماي جاد، اوكي شباب، اوكي شباب، اوكي 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 اوكي، كويس جيت لهنا، والله العظيم كويس جيت لهنا. نايس ون يا حبيبي، نايس ون، شوف اللوت والله ديم البيس شباب، البيس معبى لوت. خذ هذا خذ هذا، ماي ماي ماي، بدي طلق بدي طلق، هات هات هازي هات هازي مبنى هذا اللبس. واو ماي جاد يا الفابريك اللي هنا، يخرب بيت الايتمات، والله كان في هنا فول جير، كان في البس فول جير احسن والله، اتوقع بلبس فول جير يا جماعه احسن لي والله من هذا اللبس اللي انا لابسه الان. خليني انكش البيت اكثر يا جماعه، لسه كان في مليون صندوق، صندوق والله يخرب بيت اللوت، ما بدي حد يطلع من هنا ترى، والله مصيبه شايف اذا حد طلع، والله يا شباب مصيبه.
اوه ماي جاد، يا اللوت اللي هنا والله عشان مو طبيعي اللوت. يخرب بيت اللوت، شكله هذا البيت طايح وما حدا سرقه. يخرب بيت اللوت، منشار وحركات وبركات. لا لا تكفى. اوه اوكي، خلينا ندخل شوي لداخل نشوف ايش في عندنا هنا. تي سي، اخذت تي سي، تي سي فيه شوية اغراض كمان. والله شباب احس اني حصلت الجاك بوت الاسطوري الان. شباب نروح على هذا البيت، والله شباب ليتس جو نروح على هذا الصوت. هذاك ممكن اسرق من البيس بالكامل، هذاك جالس يسرق بس ساتشل. طبعا شباب هذا الصوت اللي سامعينه الان، بحاول فيها الان، احتمال اكسب كل شيء. والله جالس يسرق بيت من هذا المكان، يا رب يطلع صوت كمان. ترى قبل شوي نفس الاصوات كان يطلع يا جماعه، نفس الاصوات. والله لا، ها كفو شباب، والله فيني اشيله لهذا البني ادم، والله فيني اسرقه الان يا جماعه. وات، صوت قريب كثير والله. ديم سامعين الصوت صاير هنا والله. وربي لا ادخل عليك، احلى دخل الان، راقبوا واستمتعوا يا جماعه. صاير ورا هذه التله بالتحديد الصوت. ممكن يدخل، ممكن يدخل على شغله مستحيل يتركها. هذا ميت 100% شباب. وين البيس؟ وين البيس شباب؟ ما اشوف البيس انا. ايوه ذا هو البيس، ذا هو البيس، يب هذاك هو البيس. هذا هو 100% اللي جالس يسرقه. اتوقع هذا بنادم مات 100% يا جماعه. تعرفون ايش راح اسوي فيه لما يطلع من البيس مو؟ يا حرام ما شافني. شو كيف راح يموت؟ عم بشغل ساتشل. اوكي اوكي اوكي. كفو والله، والله انك وحش والله. مع السلامة حبيبي. شو معك اي كي؟ معك اي كي؟ ديمت بوي، ديمت بوي، ثلاثة ساتشلات. اوه ام جي برو، وات ار يو دوينج برو؟ وات ار يو دوينج ستيب برو؟ با 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 با. اوكي شباب، اوكي شباب، ايزي ايزي ايزي، ريلاكس، ترانكيل 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 ترانكيل. هدو هدو مكال، هدو هدو هدو، لا ترجف. هدو مكال، هدو هدو، كسر لك البيت ايزي بيزي. خلاص ايزي بيس، شكرا لك على البيس، والله انك ما قصرت صراحه. ايزي فري بيس يا جماعه الخير، يعني شكرا لك والله انك قصرت والله. يعني ما كنت اتوقع انه بهذه السهوله ممكن مكالو يجيب بيس. يعني يا شباب شكرا لكم، يعطيكم العافيه يا جماعه. ايزي بيزي خلاص يعني. وات ذا هيك، ايش صار شباب؟ وات، والله انه مسكين، والله انه مسكين. ايش كان مع اغراض؟ مو مع شنطه مسكين، مو مع شنطه والله. عنده شنطه الا والله، عنده شنطه اكيد فيها لوت، مستحيل ما فيها لوت يا جماعه مستحيل. ايش ما فيها اغراض؟ ما فيها اغراض الشنطه، ما فيها اغراض. اوكي اوكي، اخذنا تي سي صح، اخذنا تي سي صح. الله اكبر عليك يا مدير. راح اصنع باب كمان يا جماعه، راح اصنع باب كمان، اتوقع راح اضمن الوضع ايزي بيزي الان. في عنده كراش دور يا ترى؟ لا عنده كراش دور بس. لا وات ذا هيك، البيت فاضي طلع، اكيد مناقل ما وصل هنا اصلا. بس اكن بكون الان محروق دم يا شباب، اكيد بيكون محروق دم الان شباب. والله الله لا يحط احد بموقفك. اوه شيت، على اخر باب جيت سرقته شباب، يا حرام والله بيكون مقهور. اوه ماي جاد، يا سيلفر نايس يا سيلفر. والله هذه بدايه اسطوريه شباب، والله هذه بدايه ولا بالاحلام والله. انا ما كان في شيء، انا كان في شدق. ترى تير 2 نسيت انه في تير 2 هنا، لسه في صناديق ما شيكتها ترى شباب. انا بس جالس اشيك الوضع على السريع الان يا جماعه. والله اني توترت اقسم، بديت ارجف والله، بديت ارجف والله، بديت ارجف، اكره هذه المواقف الان. في عنده شيء اغراض كمان الان. اوكي ديم بوي، نايس ون يا حبيبي، نايس ون. انا عندك الان اغراض كمان. اوكي ستون شباب، اغراض البدائيه يعني، مش البدايه، البدائيه يعني، ما في اكثر من كذا بدايات. ما في، في صندوق ورا كمان اتوقع، هذاك فيه لوت، يب نفس اللوت والله. والله يا جماعه ما في شيء مستاهل ابدا، بس ايش الصدفه اني حصلت هناك صندوق وجيت اسرق هذا بنفسه. وات تاك شباب، في معي ساتشل، فيني اتعلم الساتشل الان. اتوقع ما بطلع بالايكي انا الان، خليني اطلع بالتومسومات تبعي. اكيد ما راح اطلع من البيت الان اكيد، يعني تتوقعون يا جماعه انا ما مدين اخطي خطوه برا البيت الان. خلي الوضع يهدى بس، وبنطلع بهدوء اكبر يا جماعه من هذا الشيء. اوكي يا جماعه، جاي عم يحكيني شباب، جاي مره عم يحكي. هلو مان، واتس اب مان، هلو ماي فريند، ذيس از ماي هاوس، وات ار يو دوينج ان ماي هاوس، وات ار يو دوينج ان ماي بيس برو. يو فروم، وير ار يو فروم مان؟ محطة تختم، محطة تختم شباب. I have a garage door now. I have high quality door now. I secured my base. What you gonna do now? You gonna steal me? You gonna steal my base, bro? That's not gonna happen, man. Not today, actually. Not today, man. Go look for someone else.
Yo, bro, you can't speak like that to me, man. Yeah, be respectful, man. You can't speak like that. Go from here, walk away now. لو معي بس فلاش لايت، عليم الله لا اطلع لك يوريك من هنا، اكيد هذا مو اغراض يا جماعة. I said go from here. Why not listening, man? Go from here now. Come on, go. Where are you, man? Where are you? No. I am the world. What do you mean, the world? Who are you, man? Who are you? I won't shoot. Why? Stop. Why? Okay, I'm gonna stop. But why? Just tell me why. I won't shoot. Okay, I'm gonna help you. Wait. I am the Zboro. What do you mean, Zboro? Just tell me why. What is Zboro? خاتم السلاح يا جماعة. Where are you living, bro? Where are you living? Is your house? Yeah, I got notification on my phone that someone is raiding me. You raided me, man. روح على البيس تبعك، روح شويتين. روح. وين جاي على ورا؟ هذا جاي وراي هذا؟ مش عارف شو عم بيخطط، خايف يكون عم بكرفت شغله والله. ما ادري شو بده شاو والله، طلع برا. وات؟ زعل شاو طلع برا. يا حرام. سمعته عم يبكي شباب كمان، على لحظة كان عم بقول معنا شباب، ترى اسمع بخبركم شغلة يا جماعة قبل لحد يحكم، اصبر شويتين اوكي؟ الشخص هذا طبعا يعني مثل أي شخص باللعبة، يعني لا توثق فيه أبدا مهما كان، لما بالعادة واحد يسكت ويقول لك ما أفهم منك ومدري بكون ناطر حد ثاني يجي، هذا ما كان بنفس الفكرة، يعني أنا كنت مستني حد يجي صراحة يدمحني عشان أوريه من أنا يعني، أوه شوف ذا البيس والله في أفران، بيت طايح فيه أفران كثيرة، فيب أنا راح أحط ذلوتي بالبيت، خلي هذا نايم هنا الآن، صار الصباح شباب الآن، أنا آسف ولكن البيت ما حيرجع، أنا آسف والله. اللعبة هي عبارة عن كذا شباب، تخيل كل واحد يسامحه ويقول له خذ البيت ومدري ما دخلني والله، يعني ما دخلني، هي اللعبة كذا، يا من عملوها فيني، يا من ذبحوني بدون سبب، يا من كلكم شاهدين على هذا الشيء يا جماعة، كلكم شاهدين خلص يعني اوكي، هذه اللعبة تخسر تربح الفكرة، ما دخلني انا ارجع لوتك، لا والله ما برجع، ما لي مصلحة ارجع لك، شو جايني ارجع لوتك اصلا يا حبيبي، وخلي هذا نايم بهذا المكان لاني انا عارفان انه هذا ساكن قريب من هنا، فخليه عشان اعرف متى بيرسمن يا جماعة، البني ادم هذا انا لازم اعرف متى بيرسمن، شوفوا الاغراض اللي تحت يا جماعة والله العظيم قلعة اسطورية لو طبيت عليها الان، خربت هذا مو شايف القلعة ذي؟ والله انه اهبل، بس فيها تورت طافي، تورتاتها طافية القلعة، يا ساتر يا الاغراض، بس بدي سلم هي، ما في، والله في صندوق رح يجيب سلم، في صندوق كثير شباب، هذه يقول لك ليش مدري ايش، ليش صرفني ليه تصرفني ليه، لماذا نحن؟ اوكي ممكن خلص بالاستهبال يعني، والله عيب عليك ممكن والله عيب عليك تزعل الزلمه منك الان، الزلمه خبرك مليون مره ليش تسرقني يا اخي خلص يعني سامحه الان، انا فكرته راح يجيب اللوت يرجع يريدني يا جماعه وشي والله، الزلمه طلع برا وما رجع الان، اتوقع انه لسه نايم صح؟ يب لساته نايم، خليه نايم يا شباب احتياطا مثل ما قلت لكم انا ما راح اصحيه ابدا، وهي مقصوده اني ما اصحيه لان ما بدي اياه يصحى، خليك نايم يا عزيزي لبين ما تشوف وضع معك الان. اوكي هنا ايش عندنا هنا؟ فاضي كله فاضي انا برجع على بس انا وراجع بشفط هذه الاغراض ثواني، الان عندي مشوار اهم بكثير من هذا المشوار اللي انا فيه الان، انزل شويتين الان هنا، عندي مشوار على هذه القلعه يا جماعه الخير نطب عليها نسرق الاغراض اللي فيها على السريع الان، وفيها لوت بحر، شوفوا لي الهاي كواليتي دور هنا البيت الهاي كواليتي، بس ما يكون في تورت هنا يسلخني يا جماعه الافران لان شغال انا فوق خايف من الافران، خايف من الافران والله، ايش ذا البيس الاسطوري؟ وات؟ اوه ايش ذا البيس؟ والله رهيب اوه يا مدير اوه ماي جاد شباب اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد حلقه استكشافات ذي ولا ايش يا حبيبي؟ والله سرقنا الاخضر واليابس اليوم شباب شوفوا العده الان هنا يخرب بيت العده والله البني ادم هذا نايم هنا خليك نايم انا ما بيعجبني اذبح احد لبين ما اتاكد انه خلص من المكان تماما اوكي كفو مسوي لي طريق بدون ما احط اي سلم لا والله انك رهيب والله ما في عندك لوت كمان هذا لوتك الان اوكي شباب والله عنده بعض الاغراض ذا هذا السطر مثلا احتاج عشان احطها بالتوريتات تبعي يا جماعه هذول كلهم اسلحه جديده قابله لاعاده التدوير يعني اوكي ايش ده من ده يا جماعه من ده جاي يشوف البيت هذا ما عارف ان هنا شباب هذا ما عارف ان هنا وات هيك من هذا في واحد فوق يا شباب
يا حرام يا للقهر والله يا حرام راح مني ذا اقسم بالله قهر. نزل هناك نزل هناك نزل نزل شاب نزل 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 لك انزل انزل يا حبيبي انزل معك بولتي انزل سوي بتقاتلني انت تعرف من انا عشان تقاتلني انت تعرف من انا عشان تقاتلني شوف الباك باك اللي معاه هذا ما يعرفني شاب هذا اتوقع ما يعرفني ما حد يعرفني الان تعرفني عشان تقاتلني حبيبي اخذ فحمات من نفس البيت والله شباب والله اخذ فحمات من نفس البيت على الاغلب اخذ فحمات من البيت هات بولتي هات والله خرجك خرج بولتي انت حصلنا طيارة على الصحراء مباشرة يا شباب يب اثرنا على الطيارة على الصحراء مباشرة يا شباب الان بسم الله يلا يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يعني الطيارة جت والله جابها الان اكيد ما حارفض هذا الشيء ابدا يا جماعة اكيد يعني اوه ماي جاد يا حبيبي اوه ماي جاد هذا اكيد مع روكيتات شباب هذا بتعرف اذا جاني ايش راح يسوي فيني؟ هذا راح يسلخني تسليخات مو طبيعية الان ندخل البيت الامن شوية لوت يا جماعة اوكي شباب جيجي جيجي اليوم هو بالنسبه لي يوم الذكاء العاب الذكاء انت لعب الذكاء شفت انا ايش سويت شوهت دمه تشويه الزلمه كان مضطر ينزل عشان يهيل بنفس الوقت الايجو تبعه ما سمح له ما ينزل قال لك هذا شلون يعلم علي ما تعلم علي انت من عشان تعلم علي بنفس الوقت علمت عليه مرتين يعني شفتوا الذكاء هنا بس الذكاء اخبركم يا جماعه خلاص يعطيكم العافيه يعني انا ما عاد لازم العب الكستم خلاص انا ملك الكستم ترى اللي ما سامع عني انا ملك الكستم والله ما اقول كذا الا عشان يعني تعرفوا ملك الكستم ام كانوا عشان اللي بسويه شباب اني بطفر منها باسرع وقت ممكن الان انا متوتر ما بعرف شو جالس اتكلم بس عشان اطفر والله اطفر بكل اطفر اطفر بروح ابني بيت بعدين بجي اخذ اغراضي اوكي ببني بيت بالاول يا جماعه اسمعوا يا جماعه باخذ بس اغراض هم معي اوكي اشرح لكم شو راح اسوي الان الخطه اكيد ما حاخذ معي كل الاغراض اكيد اكيد لا انا مشكلتي اتوتر ليش جالس ارجف لما العب ليش شباب انا راح اطلع باسرع وقت انا بس بدي اخذ معي شويه هدول عشان اروح ابني بيت هنيك يعني فاهمين الفكره انا لازم ادعي انه ما يطلع لي امام بيتي الان شباب هيك المنطقة على السريع شباب شوف ما حد جاي من هنا. انا ما بعرف شو كان اسمه لهذاك البني ادم بالامانة يعني. ان شاء الله يستر. حاسس اني بموت والله ما ادري ليه. اوكي مكالو انت لازم تطفر الان باسرع وقت ممكن على الصحراء. مو كان هذا حلمك تروح للصحراء؟ روح للصحراء يا مدير الان روح. اوكي الحمد لله شباب الحمد لله لسه يعني ما خلصنا. في لوت كثير لازم ينتقل بس خليني ابني البيت الاول اضمنه. بعدين بنجيب لوت على الهداوة يا جماعة اوكي على الهادي المستريح بنجيب لوت الان. هذه هي الجزيرة شباب اللي انا كنت ناوي اسكن فيها صراحة. فانا متردد شويتين ما اخبي عليكم اني اسكن هنا ولا لا والله على الاغلب يمكن ما في ناس اسكن هنا شباب في عندنا بيت واحد على في عندنا بيتين لا بربك مو الطياره تكفي مو الطياره يب هذا البيت فين نصرخ الان ناخذ كل اللوت اللي معه نحتل الجزيره هنا بالكامل وبنسكن مكانه الان ديم هي الخطه الاسطوريه شباب تغيير بالخطة طبعا للأمانة المنطقة هذه انتبهت ما فيها ريسايكل قريب أبدا يعني راح أعاني بشكل أنا عم بنتقل من مكان لآخر فراح أخذ طيارتي وراح أطفر من هذا المكان إلى مكان قريب جدا من ريسايكل والأمانة هذا خوفني جدا بهذه المنطقة ماني حاب أسكن عند حد معه سيفورات وروكيتات من الآن يعني عشان أصحى بكرة ألاقي نفسي مسروق وأقول لكم ليش انسرقتوا مني خلص يعني من الآن نحسب حسابنا ونمشي جزيرة فكرة حلوة بس لو كان فيها ريسايكل ما فيها أبدا يا جماعة جاي بلي أفحص هذا البيت على السريع بس شوف يمكن جالس يتهور شوف يا جماعة يمكن جاهز يتهور بس ما في شيء ندم عليه. وات؟ أكيد ما جاهز يتهور. واو ماي جاد شباب. يخرب بيت الأغراض. بس ما في سلم أدخل. ما في سلم بعدين إذا طلعت. فاضي ذا؟ لا في أوكي أمسح أمسح خلاص أمسح. حرق شباب. هنا إيش في تحت؟ ما فيني ما فيني أنزل ما معي سلم ما فيني والله ضحي. ليتني جايب معي سلم والله إني حمار. هذا هو كنت تنزل هنا وبتنزل من تحت اوكي ما في شيء هنا شوفوا لي هذا ايش مادد يا جماعه مادد الانابيب لهناك ما في كهف انا شلون مادد الانابيب من هنا لتحت شوفوا كيف كان يشفط اللوت والله ما بعرف شو كان يسوي هذا البني ادم اوكي ما ادري شباب تصميم غبي كثير ما عم بفهم هذا البيت ابدا بحثت للبحث يا جماعه على شيء خليني اثبت بمكان ما فالى الان ما حصلت الأمانة ذاك الشيء جاب الاسكن بمنطقه تكون عاليه صراحه يعني ما ادري والله شو اسوي الان يا جماعه انا ضايع والله ممكن المشرد يدور على بيت الان هذا البيت احتمال يكون مناسب والله ماني عارفان صراحه في تي سي هنا مغلقه شلون داخلين هذا البيت اوه ماي جاد يا ستون شباب وات يا ستون اوه ماي جاد يا ستون مغلقه التي سي يخرب بيت ستون مستحيل في نبني بيت اسطوري هنا
خلاص انا بسكن هنا والله والله بسكن هنا شباب. هذا البيت الاسطوري اللي احتاجه وصار بنص الخريطه هنا في ماينك اوت بس في جاز ستيشن هنا. يب هذا هو البيرفكت. اوكي شباب عشان تعرفون دائما اذا ما كنت مرتاح بشيء بعمرك لا تسويه. شفتوا ما كنت مرتاح بذيك المنطقه ابدا هنا انا مرتاح فل راحه يا شباب. في حد بالطياره اجى قبلي؟ في حد بالطياره اجى يا جماعه؟ صرخ طيارتي ذا والله صرخ الطياره اللي معي. منين جاي لهنا صرخ طيارتي منين؟ بالله لا تقول لي جاي شافط ستونات. لا شافط كل ستون ما كان لازم اتركه والله شباب. يخرب بيته شافط كل ستون. جاي ماشي لهنا وحصل هي و... لعن ام القهر يا شيخ. ما صار ما فيني ارجع الان المكان القديم كمان. مستحيل اقدر ارجع لذاك المكان بدون طياره مستحيل. يا شباب لازم يرجع والله لازم يرجع. معقول راح يترك اللوت وما يرجع؟ لا ما تركتها ثانيتين وسرقت. ما توقعت حدا راح يمر بهذا المكان. يخرب بيت الحظ اللي انا فيه ولو ما سمعت صوته اصلا الطياره ما سمعت الصوت والله غش والله. اوكي يا جماعه الخير مثل ما شايفين اديني صارت صباح ممكن لازم يحرك الان. غبت تقريبا نص ساعه يا جماعه الخير ورجعت وهذاك تبع الطياره هذاك وهناك راجع. والله انه راجع عند الصباح يا جماعه. راح لتحت عم يستكشف المناطق. يخرب بيتك رجع لطيارتي. فعلا الناس ما تستحي حراميه يا شباب دول الناس. هذا هنا حاط شيلتر جنب المكان في النا شباب. هنا بالقصه في صندوق والله بالشيلتر شباب. وهنا في بيس لازم اصرخ هذا البيس ولازم اصرخ هذاك البيس وياب لازم هذول كلهم لازم اصرخ ذا البيس كمان. والله يا شباب لازم اصرخ كل هذول مو مزح يعني والله جد. شباب اتوقع انه افضل حل اني اسويه اني ادخل على هذا المكان الخشب هنا الصغير. وهذا البيت كمان شباب باب واحد هذا البيت كمان لازم ادخل هنا لازم شباب لازم. بنزين يلا روح ايش انا بعد شويتين المنطقه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخل يا مدير ادخل. سكر هنا شويتين. اعطيني الحديد اللي موجود معك يا مكالو. لا اعطيني بس سته من اتوقع بنحتاج سته يا شباب على الاغلب. نايس ضخم الان. اوكي ليتس جو. راح ادخل على ذاك الشلتر فورا. كم تتوقعون من 10 كلكم اكتبوا لي الان بالتعليقات ان هذا الشلتر يطلع فيه غراض. ابيكم الان تكتبوا لي تتوقعون فيه غراض ولا ما في بالتعليقات. اوكي ترى انا اقرا كل تعليقاتكم والله اني اقراها كلها. كل ما كان تعليقك له علاقه بالمقطع انا انبسط كثير ويعني بتشوفوا راح ارد على كل تعليقاتكم حول هذا المقطع. طيب يا جماعه يعني والله بتفرحوني كثير بتعليقاتكم دائما. انا انبسط كثير لاني اقرا خصوصا لما احد يجي يكتب لي الدقيقه الفلانيه ما كان صار معك شيء. لما ارجع المقطع انبسط كثير والله. شوف في ناس متفاعلين انبسط. احلامي بسيطه بالنهايه شباب. شايفين كم الانسان بسيط والله العظيم. اوكي شباب ليتس جو. هذاك لسه يرجع يجيب الطياره يا جماعه. شوفوا الطياره راح تمر منه بعد 3 2 1. يب هذاك وهذاك وشايفين؟ شوفوا يا جماعه شوفوا شوفوا وين رايح شوفوا وين رايح. شايفين هذاك هو صاحب طيارتي. يلا مكالو يلا نزل نزلها يلا مكالو. 3 2 1 بوم. خشب. اوكي شوية ستون. خشبات هنا. ليش كل ذي الصناديق؟ اوه اوه ماي جاد. وات شباب ثواني. ليك الريسايكل كيف هي الريسايكل؟ اوه ماي جاد الريسايكل ستون بحر. وات منين جاب هذا الغراض؟ يا شباب انا رجعت كل اللوت اللي هناك كان. اح رجلين عضبط شباب. تعال شباب نجرب الديكور الجديد داخل البيت الان. ثواني شويتين يعني. اوكي الى متى بنجرب الان؟ والله لازم الان. كنت بس حاب اطور كل شيء بعدين اجربها بس اتوقع الان بجربها فور. ما فيني امسك نفس ما فيني الان. في عندي تير 1 ما عندي تير 1 عندي تير 1 نايس يا تير 1 نايس. يا جماعه تعال نطور البيت اكثر على السريع الان من الاعلى. يلا شباب يلا طور مكان طور طور مكان طور بيت الاحلام. نايس كذا شباب انضمط الوضع. اوكي خلاص بيرفكت بيرفكت بيرفكت. هنا كمان لازم يكون في باب طبعا. طور لي هذه هنا بهذا الشكل عشان نقدر نطلع ايزي بيزي لان هذه خلص راح تبقى هنا للابد. احط شوت جن تراب تحتها يا جماعه عشان ما حد يفكر يطب لهذا المكان ابدا ابدا. شباب انا معي هذه مثلا. اوه نايس شوف الورقه محلاها. افترض بطلع فيه هذا الحيط. كيف بطلعها؟ اي او ماي جاد وات وات كل كلوث. ها احتاج مليون واحدة منها معناها. اوكي هات هات الوان منها ثانية. هات اللون مثلا ذا لون ذا لون ذا. وين الالوان اللي اشتريتها؟ قلت لي بدها اتوقع بدها هاي سبراي كان بدها. اوه ديم شباب ديم الحط. نطلي هذا ما في نطلي السقف طبعا بس الحيطان. اوه ماي جاد شوف الشكل كيف بصير. والله مستحيل. تحس نفسك تلعب لعبة ثانية شباب والله ديم. وربي انه لا مع الديكور هنا شباب بس مو هذا الديكور بدي طبعا يعني. عندنا هذا الديكور ايضا. خلينا نطلي في ذا الحيط مثلا. وذا الحيط يعني مثلا في عندي لون ثاني كمان اللي كان
حبيبي ممكن تعطيني السبراي هذيك؟ اعطيني اياها شوي. اللي فيني اعطيها باللون هذاك الانشاري بالله عليك لا تكذب علي. اوه ماي جاد فيني. اوه ماي جاد والله. شباب ديم بوي اوكي. انا شاري اوه ماي تخيل تخيل نبني نطلع الحيط كله بهذا الشكل. لا مستحيل شباب. والله مستحيل. ايش ده هذه مو راس؟ وين العب انا الان؟ شباب والله مو راس دي. مستحيل هي راس. لا لا موضوع كذب يا جماعه. والله العظيم الموضوع مو نظامي ترى انا ما العب راس هذه مو راس. شباب شوف ذا اللون محلاه بس انا في لون كان يعجبني هو هذا اللون شباب كان حلمي اطل البيت كله بهذا اللون والله يا ساتر يا اللون الازرق هذا بيضوي بالليل كمان شوف محلاه عندنا ذي كمان اوه نايس والله عندنا ذي مثلا عندنا ذي مثلا هذه شفتها الان عندنا ذي واو شوف الاشكال ديم شباب انا اكثر شيء كان عجبني هذا كمان كان يعجبني صراحه هذا الشكل مثل هذا الحيط مثلا بلاش اشوف لك يعني وات ذا هيك برو والله نايس والله كانك داخل مكان ثاني تماما اوه ماي جاد شوف غرفه التي سي كيف صارت شباب والله محصنه الف عجبتني هذا عجبني هذا اللون كثير ما ادري ليش شباب شوفوا الان ايش سويت صار لي ساعتين جالس افكر اي لون احطها لا ما ادري حطيت هذه الغرفه هنا على اساس غرفه عمليات وهذه الامور ولكن بالله حبيت اخليها لون افتح فحاولت اسوي ذا الشيء والله ماني عارف هذا كويس كان نفسي مثلا احط الغرف اللوت بهذا اللون عشان اعرف ان هنا في غرف لوت يعني مثلا وحده الحيط بهذا الشكل يكون او حيطين مثلا عشان تعرف او مو هذا اللون عفوا هذا اللون تعرف ان هنا في غرف لوت مثلا اوكي غرف لوت اغلب اخليه ازرق والباقي اصفر يمكن اطلع فيه ما ادري كل طابق بكون غير اوكي ما علينا عشان نحفظ الطوابق يعني اكثر بس والله ديم والله اوكي راح احط كل الاغراض هنا خليني اروح اجيب سكراب الان وبحاول اسوي امر اسطوري بعد شوي يا جماعه يب لازم اجيب سكراب الوقت حالي الهدف ان نفتح التي سي اللي بهذا المكان كمان شباب عشان اسرق البطاريه منها بتكون البطاريه فل الان والله اني شويه بعيد عن الريسايكل كمان مره شباب ماني قريب ابدا عندي سؤال يا جماعه الخير شنو هذه الاي كي جالسه تدخن طلع هذا ونحن بالصحراء لما المفروض الدنيا شباب الان غريب الوضع اح في طلقه جتني يا جماعه ما ادري من مين راح ادقق كثير بس لازم اعرف من وين جتني الطلقه والله من يطلق علي بالكاتم اهم شيء جالس الوت ومطمن وفي كاتم جاني بنص خلقته الان من يوم يسلخني كواتم؟ وينك طيب؟ وينك؟ وين؟ وين ذا البني ادم؟ والله وين ذا البني ادم؟ ابلعه يا منو ابلعه مظل معي مظل معي مظل معي لوت والله ما قدر احكي الاثنين شباب والله اني فنان والله شو هذه الاكل جديدة هذه الاكل جديدة شباب الاكل جديدة وات ذا هيك الاكل جديدة من متى هذه الاكل براس اوه ماي جاد هذه راس ولا ايش؟ أنا جبت سلاح واحد منهم في هذاك سلاح ما جبته والله. تركت السمي بالأرض والله إني أهبل والله. إي. إي. وات شباب. وات شباب. إي يا رب. أوه ماي جاد. وات. بيس كامل. ويش. بيس كامل أسطوري. اوه ماي جاد شوف ايش حصلت هذه اسطوري عشان نكسر التي سي هذاك حرام لوت السمي تبعه والله شباب راح اروح البيس وراح ارجع له من جديد عشان يتعلموا ثاني مره يهجمون الاثنين بالكواتم يا شباب السيرفر ابدا مو سولو فالمخاطر يعني يعطيكم العافيه ممكن يهجم عليه خمسه بنفس الوقت الان بس والله الايكي الجديد شباب شو هذه الايكي الجديده خربت الايكي ما احلى شكله شوف ما احلى شكله ما كنت بعرف راس جاب ذا الايكي والله تصدقوا اوكي شباب هاي نحن رجعنا الان بامان وسلام اوكي شباب اتوقع اني راح اطلع مباشرة ما راح اطول اكثر راح نطلع نسوي ريسايكل وراح نرجع بس هالمرة راح نترك البولتي بهذا المكان ما بدي البولتي خلي معنا بس ليكي راح ناخذ معنا الفلاش لايت عشان بالليل اوكي شباب مشينا راح نجيب السمي وراح نرجع ان شاء الله في عندهم باك باكات كمان كان لازم اجيبها والله يب ما راجعين هذا السمي تبعه الان توقعت ما يكون راجع والله بس وين الشنطة تبعه شباب في حدا اخذها هنا والله راجعين بس مو شايف السمي باي باي شباب مع السلامة ألقاكم على خير الآن
اوكي شباب احس اني تعبت من هذا الموضوع والله شباب جبت اللوت الدنيا كلها الان. اس كي اس اسم السلاح. ما ادري اذا محطوط بيرس بس هو هيك يضرب طلقه طلقه اتوقع. يا بيضرب طلقه طلقه نفس الصوت كان يضربني عليه والله. اوكي سلاح غريب صراحه شباب واتوقع كلكم عارفين الطبخه. عندنا مشوار خطير جدا للغايه للغايه للغايه. خلينا نشوف بس كيف ممكن استفيد من هذا السلاح يا جماعه. راس صارت شباب اسطوريه صارت باتل فيلد 1 يا حبيبي الان. جاي شافتين الباقي صح؟ يب شافتين الباقي شباب شوف جايين هنا ماخذين كل شيء باقي الله وكيلكم مو تاركين شيء بحالي الان. بس ما يعرفون انا جيت اخلص على التي سي كمان. يلا يا رب. التي سي اكيد بكون فيه اغراض الان كمان. اوف ايش كسرت انا؟ 44 وات؟ ليش 44؟ المفروض تنزل ترى ما في 44 عندنا حبيبي انزلي. نايس. يا جاي اسفرق جماعه هناك. خليني اخذ كل هذول اصلا ليه؟ اوه ما فيها غير هاي فيها فيول. نايس الفيول كويس الفيول اوكي اوكي كويس الفيول يا جماعه. فيول نحن ناخذ الفيول عادي جدا. يس اخذت البطاريه شباب. كم مشحون فيها الان؟ 23000 مشحون فيها. شباب البطاريه صارت معنا الان فل، فيني الان اجيب تورت اشبكها مباشره بهذا المكان، فانا كنت اصلا مخلي سكراباتي عشان المولوتوف او الساتشل. فانك تعطيني الاثنين كثير، بالنسبه لي مره كثير يعني اوكي؟ لازم اطلع ادوب هذه، نسوي لها ريسايكل للثانيه عشان اقدر اصنع يا جماعه. شوف الطياره الهليكس يا الله الهليسكراب. الهليسكراب ذي بدها جلده مرتبه الهليسكراب ذي. فيك تعلمها بالورك ويش بالورك بنش ليفل 2 بتتصنع. اوكي بس اتوقع بلاها بلاها شباب ما راح تعلموا الان. هلا صار ما صار شباب انا ضامن وضعي بالسمباتيك يا حبيبي يصير اللي يصير خلاص ما يهمك ابدا انت متعلم شغلات حلوه. بهذه الحلقه صراحه حبيت الاشتباكات والفايتات اللي جالسه تصير جدا حبيت. هذا مشغل توريتات 100% هذا البني ادم. هذا المكان مسروق يعني؟ ليش هنا في توريتات شباب؟ وات؟ ايش ذا اللوت؟ اي ايش ذا اللوت شباب؟ يخرب بيت القلعة ويش؟ اوه ماي جاد يا القلعة الاسطورية هنا دقيقة شويتين مستحيل دخلنا على الكور تبعهم شباب شوفوا كم طاولة شاي لا تلي صناديق فاضية بالله عليك لا تقنعني لا ننسى ذاك اللوكر اللي هناك يخربت الاغراض لازم نكسر هذول الروكرات بيطلع فيهم لود بحر بس بدون ما طلع اي صوت والله طفي كل شيء الان طفيته من الخير عشان ما حد يعرف في هنا المكان يا جماعه ما بدي حد يطمح لهذا المكان ابدا شباب اتوقع هنا بيكون في فل جير اي كي وهذه القصص يلا شباب يا رب يا رب يا جماعه يا رب قبل ما الطياره تجي فل جير فل جير اي كي يا ساتر فل جير اي كي والله فل جير اي كي صح مو وقت الطياره ولو مو وقت الطياره يا شباب مو وقت الطياره يا الله يلا حبيبي يلا فل جير اي كي ثاني يلا فل جير اي كي ثاني طاح على التخت هنا مدري وين راح المشيتي تبعي طاح على التخت هذا هذا وين شو اوه ماي قاعد تخت علقان وهذا فل جير اي كي يا جماعه اتوقع واضحه القلعه ذي كانوا يلعبون فيها 20 شخص يا جماعه اوه طاح منها تومسون فقط غريب والله وات ليش بس تطيح شغله متى بيطيح شغله منها يب هذا هو البيس فقط فقط يعني اوكي بس شباب جبنا فل جير اي كي منه شوف الاي كي محلاها والله الاي كي رهيبه ترى يعني يجي منها يا جماعه والله شباب هذا ايش مسوي بحياته الان حد يشرح لي الان ليش باني بهذا الشكل ماني فاهم وات ذا هاك برو اوف حديد والله بيته اتوقع شباب اني راح ارمي الدروب داخل القلعه هنا السبب الوحيد اللي بيخليني اتحمس عشان الناس تخاف تفكر عن جد هاي قلعتي وتهرب يعني فهمكم بكفايه اتوقع راح ارميها هنا والله اوكي شباب راح ارميها بهذا المكان بوم بالوسط اطلع 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 مكان اطلع اطلع سريع اطلع شباب الفيس كام فصل عرفان يعني في عندي مشكله بالفيس كام وات فاضي اوكي فاضي ما عليه ما عليه شباب ما علينا على الاقل هنا راح اراقب والله بتمنى احد يجي معاه لوت كثير هذا يعتبر فخ لها يا جماعه والله غريب مو لازم يبين بالسماء هذاك هو نازل اوه ديم نازل نازل والله نازل اوكي شباب نزلت نزلت شباب نزلت لا يا القهر لا يا الدروب يا المعفن لا اتوقع عرفت شلون بوصل على البيت يا جماعه
اي نعم يا شباب، على اساس عندي حل ثاني يعني الان. لابس اي كي جالس اسوق الدراجه، والله ديم شباب انا حياتي حلوه والله صراحه، يعني اسطوريه حياتي. يلا شباب يلا مشينا الريد يا جماعه، مشينا الريد شباب مشينا. اوكي اتوقع اني راح اروح البيت الان، احط كل اغراضي بالبيس. شوف الان كم غرض معي، والله تومسون، سميات، اسلحه، حركات، بركات، واخيرا البيس يا جماعه. للامانه توقعت اني اموت بدون ارجع البيت يعني، بس اوكي شباب انا راح اسوي الان، راح احط كل اغراضي بهذا المكان، راح اطلع اريح شويتين بالواقع وارجع بعدين ونكمل مغامرات باذن الله يعني. اوكي البيت اتوقع انه مضمون شويتين، ما اتوقع اني راح نسرق بهذا الوقت، اتمنى يا شباب بين قوسين يعني. فيب خلينا نشوف اذا راح نسرق ولا، اتمنى لا يا جماعه اتمنى، والله اذا سرقنا مشكله والله. نايس وان يا حبيبي على طول، عشان ما انسرق ابدا شباب، لاني صراحه ماني حاب ابدا الاغراض هذه تضيع مني. يا شباب راح ارجع بعدين وراح نكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مشينا يا جماعه.